عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله ان شاء الله يبقى كريم علينا كلنا، وتكونوا متجمعين على خير انتوا وكل حبايبكم يا رب. دعاء مستجاب باذن الله. وعايزه اقول لكم بقى ان احنا ان شاء الله السنه دي مجهزين لكم وصفات حلوه جدا 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 لرمضان، وهتاخدوا مننا بقى الحلقه كده زي ما هي ان شاء الله تنفذوها، لانه وكأني عامله لكم فطار اليوم. يعني اللي هيتفرج علينا ياخد الحلقه زي ما هي وينفذها كافكار للفطار زي ما طلبتوا مننا بالظبط. فهنبتدي النهارده اول يوم رمضان باذن الله بمنيو لذيذ ولطيف بشكل غير عادي. الاطباق اللي بنتسال عليها دايما من ضمنها انواع رز مختلفه. النهارده هنبتدي بالرز اللي باللحمه المفرومه بخلطه لذيذه، خلطه شرقيه حلوه قوي قوي قوي، وبتسال عليه كتير قوي، ومفيش احلى بقى من الوصفه دي تنفذوها خلال شهر رمضان. يلا بينا. اول حاجه عشان اعمل رز باللحمه المفرومه عايزه ايه؟ عايزه نص كيلو من الرز البسمتي الابيض، والرز ده انا نقعته. بعدين هناخد ربع كيلو من اللحمه المفرومه، بصله مفرومه، فصين ثوم مفرومين، ميه سخنه طبعا، عندي زبده او سمنه او زيت، اي ماده دهنيه بتحبيها، بس الرز البسمتي بيحب الدهون شويه زياده. عندي بقى ورق لورا، قرفه خشب، قرفه باودر، 7 بهارات، جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. يلا بينا. اول حاجه هعملها جهزت حلتي كده تسخن. الرز البسمتي بننقعه 10 دقايق، واقصى حاجه عندك تنقعيها نص ساعه، ما تنقعيش اكتر من كده. طبعا بيعتمد على جوده الرزايه، مش عايزين برضو ايه ننقع بزياده قوي فتبقى الرز يتكسر مننا فاحنا علشان نبقى في السيف سايد وفي الامان نستخدم رز نوع كويس، وفي نفس الوقت ننقعه 10 دقايق كفايه جدا. هصفي الرز، بس هناخد الاول البصل، هاخد الزبده. الرز البسمتي بيحب شويه المادة الدهنية زيادة. ادي الزيت وادي الزبدة او السمنة زي ما تحبوا. تسخن بس وننزل بالبصل. عايزة المصفى عشان نصفي الرز. ممكن تنقعوه كمان وتحطوا معلقة خل، بس انا بعمل كده لما بيبقى هعمل رز ابيض، يعني انقعه نص ساعه مثلا، انقعه تلت ساعه واديله معلقه خل في ميه النقع، بتفرق في ان هو يبقى مفرفط كده وجميل. نصفي الرز بعد ما غسلناه. انتوا عارفين انا احيانا بسلق الرز البسمتي واحيانا بنقعه. الوصفه دي من الوصفات اللي بنقع فيها الرز البسمتي. نصفيه كويس قوي من الميه ونسيبه على جنب، تكون بس الحله سخنت شويه، وهنزل بالبصل على طول. كأني بشتغل بلحمه متعصجه، يعني اقدر استخدم لحمه متعصجه على طول. لحمه متعصجه يكون بصلها كتير كده وحلو، تقومي حطاها في الحله مع زبده وزيت زياده علشان طبعا الرز، وتبتدي تشتغلي عادي. انا دلوقتي كاني بالظبط هعصج لحمه. ادي اللحمه المفرومه، اقل كميه لحمه مفرومه تقدري تشتغلي بيها. احنا بس عايزين شويه طعم كده، ووجود اللحمه المفرومه برضو، بس كترها مش اهم حاجه عندي، هي هتبقى متواجده مع الرز. عايزه اقول لك انها بتزيد جدا. البصله بس كده تسخن وننزل باللحمه على طول، مش مهم ابدا تاخد لون ولا اي حاجه. كده تمام. يلا بينا ننزل باللحمه. طبعا لما بستخدم لحمه ببقى لسه جايباها وبتبقى فريش، وممكن تبقى دهونها زياده سنه، واقلل من الماده الدهنيه اللي موجوده معايا، مفيش مشكله. لو انا مثلا بستخدم المفروم الملبس هيديني طعم حلو قوي للرز، والرز عايزه اقول لكم هيتشرب من الدهون بقى بتاعت اللحمه دي، وهيطلع تحفه. زي ما قلت لكم في اول الحلقه ان شاء الله انتظروا وصفات لطيفه لايقه على بعض. يعني احيانا بيبقى عندي فكره ان انا مثلا ايه الحلقه دي متنوعه، تاخدي منها طبق، تاخدي منها اتنين، تاخدي منها الحلو، ولكن مع رمضان حبيت ان هو يبقى فطار اليوم. ففطارنا النهارده هيبقى اول حاجه الرز، وهقول لكم بعد شويه هيبقى عندنا ايه علشان تبقوا مستنيين كده كل يوم. يا ترى النهارده هنفطر ايه؟ بصوا، اول ما تبتدي اللحمه تغير لونها كده بالشكل ده هبتدي انزل بالبهارات، واول حاجه بتنزل هي اكيد الفلفل الاسود. هتزودي بهاراتك بقى شويه عشان احنا بنحط بهارات للاتنين، للرز وللحمه. ننزل بالثوم، فلفل الاسود، بهاراتنا. بهاراتك خليها كلها بهارات شرقيه زي ما احنا كاتبين كده، القرفه، جوز الطيب، السبع بهارات، حبهان باودر، ورق اللورة، كل الكلام ده بيليق على بعضه جدا، هيطلع لك في الاخر رز تحفه. ادي القرفه الخشب واللورة. نظبط الملح كله مع بعضه. مهم جدا بقى ان حلتك تبقى سخنه علشان لما ننزل بالرز ما تبقاش الحله بارده. تمام، انا كده تمام جدا. يلا بينا هننزل بقى بالرز المنقوع. ننزل بالملح. لو بتحبي تضيفي المرقه ممكن تضيفي مرقه لحمه، بس خدي بالك تبقى مرقه لحمه وتحاولي انها تكون الباودر. بصوا، ابتدي بقى ايه تقلبي كده تقليبه، بس تاخدي بالك اوعي تكسري الرز وانت بتقلبي. ميتك تبقى ميه مغليه طبعا. عندك شوربه لحمه حطي شوربه لحمه وما تحطيش المرقه، عادي جدا. احنا حطينا ملح صح؟ اه طبعا مش هندوق. بتاكد ان انا حطيت ملح، مش عارفه. كده تمام، الحله ابتدت اسمع صوت الشكشكه دي، ابقى انا كده ماشيه زي الفل. انزل بالميه المغليه، يلا بينا. طالما منقوع مش هياخد ميه زياده قوي. احنا عاده بندي لكل كوب رز بسمتي بنديله 1.5 كوباية من الميه، ده في حاله انه ما تنقعش. انا هنا بدي لكل كوبايه كوبايه لاني نقعاه. لما بيتنقع كل كوبايه رز تاخد كوبايه ميه. انتوا عارفين انه من نوع رز لنوع رز بيختلف امتصاصه للميه، فعشان كده مفيش معيار ثابت ابدا للرز. يلا بينا. تقدري بقى تسيبيه كده حتى مفتوح من غير غطا لحد ما يبتدي يعمل البيوت بتاعه الرز دي. ممكن جدا تعملي كده، وممكن ان انت تغطي وتتعاملي معاه عادي جدا. انا اهم حاجه عندي ان هو يبقى مكمور ويتقفل عليه كويس قوي. ادي الغطا بتاع الحله كده، نسيبه بقى يتشرب وبعدين نوطي عليه ونتعامل معاه طبيعي زي الرز. بس اهم حاجه ولا نفتح ولا نقلب ولا نبص ولا نشوف ولا لينا دعوه بيه خالص. بس اديله دقيقتين كده ووطي وسيبيه في حاله تلت ساعه وبعدين نفتح عليه. هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش اي حاجه. رجعنا من الفاصل والطبق التاني اللي معانا اللي ان شاء الله كده تاخدوه زي ما هو وطبق الرز باللحمه المفرومه اللي عملناه، وتعملوا فطار يوم لطيف ولذيذ. الطبق ده هو الحمام الكذاب، فالنهارده هنعمل شويه حمام كذاب بقى، مش قادره اقول لكم على حلاوتهم. يلا بينا. الله اكرم. عايزين ايه علشان نعمل الحمام الكذاب؟ طبعا الحمام الكذاب هي الخلطه الحشوه، بتبقى حشوه الحمام. يعني هنعمل رز، ممكن تعملي فريك لو انت عايزه، بس خلينا في الرز لانه لو عملناه بالفريك هيبقى ضروري جدا ان الفريك يكون الى حد ما مستوي ازيد شويه من الرز. اول حاجه هحتاجها اوراق دجاج، طبعا العدد اللي انت عايزاه. انا عندي مثلا 6 اوراق دجاج مخليه من العظم، وتكون كبيره شويه، وناخد بالنا ان هي تكون سليمه، جلدها سليم، ما تبقاش اي حاجه فيها كده ايه متنتشه ولا متقطعه. عايزين كمان للحشوه نقول نص كيلو من الرز المصري، ربع كيلو كبد وقوانص دجاج، بصلتين مفرومين، مكعب مرقه او 2، بس يستحسن يبقى مكعب واحد، مكعبين هيبقى بزياده قوي. عندي سمنه اكيد طبعا، معلقه معلقتين على حسب الكميه اللي انت شغاله بيها، معلقتين كبار من السكر، بهارات الفراخ ممكن تستغنوا عنها لو مش موجوده. عندي جوزة الطيب، كزبره جافه، قرفه باودر، و7 بهارات وملح وفلفل اسود. للسلق هنحتاج جزر حلقات، بصل ارباع، 2 ورق لورا، فصين حبهان صحيح، وملح وفلفل اسود. وللدهن هنحط صلصه وزيت وبابريكا وملح وفلفل اسود. يلا بينا نبتدي. اول حاجه الحشوه بتاعتي هجهزها دلوقتي. عايزين السمنه، السمنه بس كده ايه تسيح. لما بنحط سمنه ما بنحتاجش خالص ان احنا نحط زيت، مش زي الزبده، السمنه نقدر نشتغل بيها على طول عادي جدا. في الحاله بتاعه ان احنا عندنا كبد وقوانص، احنا فين الكبد والقوانص؟ اوكي. في حالة ان احنا عندنا كبد وقوانص وما سلقناهمش، يعني ما اديتيهمش السلقه الاولانيه، ساعات بقول لكم ادوهم كده، نزليها في ميه مغليه فيها شويه فلفل اسود، فيها شويه حبهان، وطلعيها على طول ابتدي اشتغلي بيها. دي لقطه من اللقطات اللي ممكن نعملها لما نحب نقتل خالص فكره الزفاره دي تماما تماما. غسلناهم، نشفناهم، وعملنا كده. طيب انا ما عنديش وقت، مش عايزه اعمل كده، وعايزه طريقه تانية تكون ما فيهاش ريحه زفاره برضو، بس تخليها تحطيها على النار على طول. هنحطها الاول في طاسه سخنه قوي وواسعه، وهديها تشويحه زي ما انا هعمل دلوقتي. مش هنزل بالبصل الاول، تنزلي بالكبد والقوانص الاول وتشوحيها كويس جدا، وبعدين تنزلي بقى بكل مقاديرك وتفاصيلك واشيائك براحتك خالص عادي جدا. احنا هننزل حالا بالكبد والقوانص، بس تيجي بص على الرز من الازاز. ناخد الكبد والقوانص وننزل بيهم. يلا بينا. ينزلوا زي ما انتم شايفين كده، نعمل تش. طبعا انا شغاله بمقادير قليله لان انا عندي مقدار تاني عاملاه وبارد عشان احشي بيه على طول. تنزلي كده وتشوحي كويس قوي من غير حتى ما تحطي بهارات. مش عايزه احروق البهارات دلوقتي، انا عايزه الكبد والقوانص يروح منهم اللون البينك او اللون الاحمر، ويتشوحوا في طاسه واسعه سخنه، ومش عايزه اشوف ميتهم بقى، مش عايزاهم ينزلوا لي ميه ويبتدوا الميه دي هي ريحه الزفاره. تشوح كويس قوي قوي قوي. لما يبتدي اللون يختفي ممكن تنزلي بالبهارات وممكن تنزلي بالبصل. يلا بينا هننزل بالبصل. شوحي بقى كده على نار عالية على قد ما نقدر. طبعا البصل فيه مية، فهنعمل كده كده كده، هيهبط لنا شوية النار عادي جدا. انا كمان عشان عندي هنا التكييف عالي، فساعات كتير الموضوع بيبقى مختلف عن الفرن البوتاجاز الغاز، وان مفيش الجو مش ساقع قوي زي في البلاتو هنا. تعالوا ننزل بالمرقه نفتتها كده ونحمصها مع السمنه، نطلع كل البهارات اللي فيها بالشكل ده، وننزل ببهاراتنا دلوقتي زي الفل. هنزود الفلفل الاسود شويه كده. بهارات الفراخ ما تزوديش لو فيها صفار بزياده عشان الخلطه بتاعتنا ما تبقاش صفرة قوي. نحط كده، نحط معلقه السكر، بتدي طعم للرز تحفه حتى لو ما اتحرقتش. انا مش قصدي اكرملها ولا اي حاجه، بس هي بتدي طعم حلو قوي لخلطه الرز. لازم يبقى الرز مبهر كويس قوي قوي قوي. بصي يبقى ده الشكل عندك، شايفه؟ تحسي الكبد بتتكرمل كده مع الرز، بس ما بتتكرملش ولا حاجه. احنا لسه حاطين السكر حالا مع البهارات، ومش عايزين نحرق البهارات برضو، فاحنا كده مطمنين ان الكبد والقوانص بتوعنا استووا. نعم هنا حاضر. تسلم. ننزل بالرز، يلا بينا. ادي الرز، يلا نظبط الملح بقى، وناخد بالنا ان البهارات بتحدق وانه المرقه بتحدق. ممكن تعملي كده وتستكفي بكده، ما عنديش اي مشكله خالص، لان احنا لسه هنسلق. وممكن تقومي مدياه فنجان ميه او فنجانين ميه عادي جدا برضو، فيبقى مش نص سوا، لا طبعا، يعني يا دوب ربع سوا. تعملي كده، بصي، وزي ما احنا هو ايه فاتحين عليه، مش مغطيين، مش بنفلفله ولا حاجه، بس بنديله بق ميه كده زي ما انت شايفه. بصي على الشكل عشان تعرفي الشكل عامل ازاي كده. اهو اهو يشرب شويه الميه دول، يساعدنا شويه ان هو ما ياخدش وقت معانا ويبقى مستوي اسرع. نشيل ده، لا تمام ضروري. طيب يلا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، وما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل، وفي الفاصل ايه اللي حصل؟ غطيت بقى على الرز، سبته بيتشرب كده لان انا خلاص مش محتاجاه. وادي الرز التاني اللي بارد، اللي هبتدي احشي بيه الحمام الكذاب او وراك الفراخ. بصوا بقى، ادي الوركه اهو زي ما احنا شايفين، محتاجين الجلد كده، ومش بنتبل ولا اي حاجه، مجرد رشه بسيطة جدا من الملح والفلفل الاسود كده. واهتموا بالحتة دي هنا اهو كده، دي شوية ملح حلوين ورشة فلفل حلوة وبس كده. مهم برضو ان هو يبقى الحجم مش صغير قوي، يعني تبقى حجمها كبير شوية، حتة الورك كده تبقى مالية مركزها يعني. وناخد بقى ايه نحشي. يلا برضو ما تكتريش الرز قوي، اي نعم ده مش حمام والموضوع مش رقيق قوي يعني زي ما احنا بنتعامل مع الحمام بدقه اكتر، ولكن برضو ناخد بالنا نلم كده كده. عندنا بقى خلل الاسنان، ونبتدي ندبس ونقفل بيها. يلا بينا برضو ايه ضمي كده واقفليهم على بعض كويس قوي، وهتقفلي عادي براحتك. وفي الاخر لما نطلعه بعد السلق بنفكهم. تحطي 2 تحطي 3، المهم نقفل كويس كده وكده كده، مقفولين وزي الفل. لسه بقى هنثبت عليهم تاني بالاستراتش وورق الفويل. هحاول افتحه بقى وانا لابسه الجلوفز كده. بحاول ايه اقلعه صح. لانه فعلا مش عارفه احس بالفتحه بتاعته فين. عايزه اقول لك قد ايه الموضوع صعب، قد ايه الموضوع صعب اول يوم رمضان. قد ايه التركيز. مفيش، يلا ان شاء الله يعني هيتفتح اهو معانا. اها من اصعب الحاجات اللي ممكن تقابل اي ست اول يوم رمضان. وتلاقيها خارجه بره المطبخ بتديه لاي حد يفتح لي ده بسرعه. اديله ده، حد يفتحه. ايوه ابره الخيط. ايوه لا انا حد يقول لي خياطي وانا صايمه ليه يعني؟ انا اصلا مش بعرف يعني بصراحه. مش بعرف. مش بعرف يعني، مش بشوف، مش بعرف. يلا قفلنا. جدا كده اهو. وبعدين بالفويل تقفلي كده وكده كده اهو. ميه السلق يلا بينا. هنحط لها كل الحاجات اللي بننكه بيها كده، جزر، بصل، ورق لورا، حبهان، سنة فلفل اسود، وننزل بالحمام الكذاب. طبعا حاطه واحده هنا عملتها في الفاصل كده سريعا علشان اوريكم برضو لما ندهنها ونطلعها نحطها في الفرن نحمرها نتعامل معاها بقى على انه حمام، ملناش دعوه. عندنا ايه بقى دلوقتي؟ عندنا طبق الحلو. احنا كده هنسيبها بقى تتسلق براحتها خالص. نشيل كل اشيائنا اللي هنا. يلا بينا. ويلا مقادير الحلو عندنا. عايزين الحلو بقى ده السنه دي هيبقى هو الترند. انا عاملاه لكم اول يوم رمضان علشان كذا سبب الحقيقه. اولا احنا رمضان السنه دي شويه الدنيا برد، فنقدر ان الحلو بتاعنا يبقى سخن او دافي وهيبقى لذيذ قوي. الحاجه الثانيه بقى علشان لو حبينا نعيد يعني نعيد استخدام حاجه حلوه عندنا. انا دلوقتي عندي صينيه كنافه، تمام؟ عندنا صينيه كنافه عملناها امبارح، كلنا منها واتبقى نصها، اتبقى ربعها. ساعات صواني الكنافه دي بتقعد 2 3 يوم وبيبقى طعمها مش حلو، وساعات بيجي لي مثلا صينيه كنافه زياده. عندي مثلا عزومه وجاي لي من ضمن الحلويات صينيه كنافه زياده. المهم يعني تعددت الاسباب، وعندنا صينيه كنافه او عندنا كنافه بايته، او اصلا ممكن نعمل صينيه كنافه مخصوص عشان نعمل الطبق ده. كنافه ام علي هي ميكس ما بين روح ام علي وما بين الكنافه. انا جبت منين الفكره دي؟ مستوحاه من ايه؟ انه كان دايما واحنا صغيرين لما يتبقى كنافه تاني يوم بتبقى نشفت، بنقوم حاطين عليها لبن سخن وبناكلها باللبن السخن كده، وبتبقى جوسي وخطيره وطعمها احلى اصلا من ان هي كنافه اصلا. فام علي عباره عن ايه؟ ام علي عباره عن مثلا جلاش او كراسان او معجنات او رقاق او اي حاجه ومتسقي في لبن وبنحط عليه قشطه او كريم شانتيه وندخلها الفرن. فاحنا هنعمل كده في صينيه الكنافه اللي عندنا او في بواقي الكنافه اللي عندنا. ادي الكنافه بتاعتي زي ما احنا شايفين اهي. انا بقى هقول لكم كمان مقادير صينيه الكنافه عادي جدا، واكيد اكيد خلال رمضان ان شاء الله هنعمل صينيه كنافه تقليديه عاديه بالمكسرات. فعندنا صينيه كنافه ممكن تبقى ساده وممكن تبقى بالمكسرات وممكن تبقى بسوداني بس وجوز هند بس. انا بحب الساده جدا بصراحه، وهي بقى فيها السمنه وفيها كل والشربات، سقيناها كمان بالشربات، كل حاجه هي جاهزه. فعندنا كنافه ام علي هتكون مقادير الكنافه نص كيلو من الكنافه المفرومه، معلقتين كبار سكر باودر عشان هنحطهم على الكنافه نفسها مع السمنه السايله اللي هي تقريبا بتبقى قد ايه؟ بتبقى كوبايه سمنه. وبنفرم الكنافه كده مع السكر الباودر مع السمنه، وبعدين ببتدي احشيها او بحط الاول الكنافه بتاعتي في الصينيه المدهونه سمنه، بكبسها كويس قوي، بنزل بالمكسرات اللي ايا كانت هي ايه او ممكن تبقى ساده. فخلاص عندنا بعد كده جوز الهند والفول السوداني ومثلا شويه زبيب، قفلناها وحطيناها في الفرن وطلعناها، سقيناها بالسيرب. السيرب يكون شويه تقيل ويكون بارد، بتاخد حوالي كوبايتين من السيرب. عايزين بقى بعد كده علشان نعمل ام علي هناخد حليب سخن وهناخد كريم شانتيه مخفوق بس كده. يلا بينا نجيب الطاجن اللي هنحط فيه ام علي الكنافه بتاعت ام علي، كنافه ام علي. بجد هتجربوها بقى مع الكريم شانتيه، وهي اصلا طعم الكنافه بيبقى تحفه، وجاهز بقى مقرمشه وبالسمنه وكل حاجه. اهم حاجه بس ان احنا نشتغل فيها بسرعه، ويبقى اللبن سخن ولا سكر ولا اي حاجه مسكره فيها، كل حاجه. نجيب السكينه ونقطع صينيه الكنافه بتاعتنا براحتنا بقى، اي تقطيعه. حاضر. ادي صينية الكنافة اللي اصلا يعني هي ايه، عايزة تتاكل لوحدها. اها كده مش قادرة أوصف لكم حلاوتها بجد، هتنبسطوا قوي لما تجربوها. حاضر حاضر. الله أكرم. قلتولي كام رمضان كريم النهاردة لحد دلوقتي؟ في حد قال لي سيبي حتة كنافة هفطر بيها، فانا هسيب الحته دي علشان في حد قال لي لا انا عايز حته الكنافه زي ما هي. تشيلها. يلا بينا. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا ننزل باللبن السخن. مش ممكن الحلاوة، مش ممكن الحلاوة. ما تقولوليش بقى الاختراعات كلها اللي بيعملوها المحلات اهو، اختراع ده ولا مش اختراع؟ بس اختراع حلو، اختراع كده يتاكل بنفس كده، حلوة قوي 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 قوي. طبعا لو عملوه بره بقى يحطوا له بقى كراميل ويحطوا له مانجا حاجات كتيرة قوي، بس احنا مش هنعمل كده، نحط بس ايه حاجات حلوه كده على بعضها، وهم بقى ياخدوه مننا ويعملوه هم الترند. لو شفتوه ترند تعملوا لنا منشن على طول. طبعا الكنافه لسه هتتشرب من اللبن، وزي ما احنا متفقين احنا بس اللبن حاطينه سخن، وهتدخل دلوقتي تاخد وش حلو كده ولذيذ تحت الشوايه في الفرن. وحتى بقى يعني ايه لو دفيت شويه هتطلع طعمها تحفه تحفه. وبعد كده بقى هتاكلوا ام علي بالكنافه، مش هتاكلوها باي حاجه تانية. يلا بينا. كريم شانتيه مخفوق عادي جدا، عايزين تعملوه بميه تعملوه بلبن زي ما انتوا عايزين. نلمع بس الطاجن ونشغل الشوايه وندخله الفرن على طول ياخد الوش الحلو ونبقى جاهزين. نحط بس الطاجن على اي حاجه عشان ان كيس يحصل اي حاجه تنزل في الصينيه. يلا بينا. سيريانو رمانتي. هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل ومستنياكم ترجعوا جري علشان نطلع ام علي من الفرن اللي ما اخدتش تقريبا دقيقتين يعني. بصوا بقى الحلاوه، ما تقوليش اوعى الترند. لا 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 شغل عالي عالي يعني. بصوا ما عملناش حاجه يعني، احنا اصلا ما عملناش حاجه، حطينا كنافه وعليها لبن وشويه كريمه بس. خطيره يامي يامي. محتاجه ضروري جدا ان انتوا تجربوه وتقولوا لي. انا عملته لكم اول يوم رمضان علشان يبقى معاكم ان شاء الله طول رمضان، تجربوه بقى وتحكوا لي عن حلاوه كنافه ام علي. ولما تلاقوا حد عاملها تبعتوا لي عشان انا عندي براءه اختراع. يلا بينا كده تمام. تعالوا نبص على الرز ونبص على ايه كمان. تعالوا نطلع اللي هنا، عايزه اوريه لكم ضروري وندهنه مع بعض. نطلع واحده كده. بياخد وقت قد ايه؟ بياخد 45 دقيقة. طبعا احنا يعني ما عدناش 45 دقيقة، ولكن انا عايزة اوريكم ممكن تبقوا بتعملوا ايه. ثانية واحدة معلش هعمل كده. هنفكها بالشكل ده، هتطلع معانا بمنتهى السهولة كده اهي. تمام. ناخد انا عايزه اخد حاجه بس بتدخل الفرن. نسيبه يهدى. بعد 45 دقيقه بيكون استوى والرز استوى وكله تمام. كل اللي احنا هنحتاج نعمله ان احنا ندهنها بقى بسنة صلصة صغيرة، وما تكتريش الصلصة، ممكن بابريكا بس، ممكن سمنة او زيت، اي مادة دهنية مع تاتش من الملح والفلفل الاسود صغير قوي. ادي حبة زيت، السمنة هتبقى احلى، وتقدري تاخديه تحمريه عادي خالص، تحمير كده في السمنة يطلع تحفة. لو انت مش عايزة تدخلي الفرن يعني. فين الفرشه؟ الفرشه هناك ولا ايه؟ اه اهي. يلا بينا. ما تزوديش قوي في الدهن، يا دوب كده، علشان الصلصه الكتير سواء بتحمري اي حاجه في الدنيا هتلاقيها بتسود بتحروق، فاحنا خدنا بس اللون على خفيف. يلا تدخل الفرن زي ما هي كده تتحمر. نطلع اللي اتحمر عندنا. يلا بينا نشيل بس كل الحاجات برضو اللي ملهاش لازمه هنا علشان ايه نغرف برواقه. يا عيني يا عيني. يلا بينا يتقدم بقى على بقيه الرز المفلفل، يتقدم على شويه بقدونس وبطاطس محمره وبس كده. عايزه اقول لكم بيبقى احلى من الحمام كمان. يعني انا اعرف ناس ملهاش في الحمام، واعرف ناس ما ياكلوش حمام في رمضان، ولكن الطبق ده من الاطباق اللذيذه جدا. طبعا لو انت عاملاه في عزومه ما تنسيش تشيلي خلل السنان اللي احنا حاطين بيها. حاضر، شكرا يا استاذ حمدي، رمضان كريم، كل سنه وانت طيب. انا اللي قلت لهم بقى المره دي، عمالين يقولوا لي رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم، تقول لا عندي انا بقى عندي. يلا اتفضلوا. نشيل الصينيه ونغرف الرز المبهر بتاعنا. حاضر، نغرف الرز، ايه رايك؟ وادي رزياتنا الحلوين، رز بالخلطه الشرقيه الشقيه. يا عيني يا عيني على الحلاوه والجمال، من الاطباق الشيك قوي قوي في العزايم، وجميله وبكميه لحمه صغيره بتغيري من طبق الرز بشكل كبير، وطعم البهارات كمان بصراحه بيبقى رائع. ما تزوديهاش قوي بحيث انك تغيري اللون قوي، زي اللون اللي انت شايفاه ده، لون الباج اللذيذ. قطع اللحمه اللي هي المفرومه مش شرط ابدا تبقى كتير، باقل كميه هتطلع معاكي تحفه. انا بحب القرفه تبان كده وتبقى باينه، بيبقى حلو قوي قوي ان احنا نحط ايه البهارات بتاعتنا اللي استخدمناها، اللي هي زي الخشب كده. حاضر، ثانيه واحده. حاضر حاضر، يلا بينا. هنزين بايه؟ بنزين ببقدونس، بنزين بمكسرات اللي موجود والمتاح عندنا هنزين بيه. يلا، يا سلام يا سلام، سفرة جميلة. يا رب تبقوا متجمعين كده مع حبايبكم ومبسوطين، ويبقى رمضان خير وبركة وسعادة ورضا يا رب على كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي واللي مش بيشوفونا كمان، على الدنيا كلها. أنا مبسوطة جدا بحلقة النهاردة، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا واتسليتوا منها. وكل يوم إن شاء الله نجهز لكم فطار زي فطار النهاردة كده، زي ما عملنا الحمام الكذاب، عملنا الرز بالخلطة شرقية، عملنا كمان طبق حلو جميل جدا وهو كنافة أم علي. فطار مقبول يا رب، فطار صوما مقبولا وإفطارا شهيا. نشوفكم بكرة على خير بإذن الله، مع ألف سلامة. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.